ازيك شباب؟ معكم حلقة جديدة مع ايستيوب جيمنج. النهاردة كمان عندنا لعبة هنقدر نتكون اي حاجة احنا عايزينها. ممكن نتحول دبابة، نتحول طيارة. طبعا يا جدعان بيعلمنا الاساسيات عم، دي لعبتنا يا عم، ايزي ان شاء الله. فخير يا جدعان نسمع الكلام ونعمل اللي هو اوكي بيرفكتو فايت. يلا احنا جاهزين للمعركة. ابو اللذاليز ضد عم الرجل الاحمر، تعالوا يا عليك. طلعت من نفوخه يا جماعه. طبعا هو الراجل قاعد على الكرسي، فاحنا نحاول نوصل يا جدعان للمستوى اللي هو قاعد فيه علشان نقدر نفايته. طبعا يا جماعه هنبدا بقى نظبط، نقدر نعمل تطويرات في المدرعه بتاعتنا. هي اسمها الانك. اوكي الانك يا جماعه، فخلينا نظبطها. ممكن نزود ليفل 2 الهيلث بتاعها، الدمج. خلينا نركز على الباور يب، وبعد كده نبدا نعمل تطويرات. يعني ممكن اعملها كده يعني. ايوه اوكي، اللي انا عملته ده. والله يا جدعان زي كانه ده. سوري ده الحبر يا جماعه. ياب تعال يريهوي الورد خرشم يا ايه القوه دي. جالي سيف يا جماعه. طبعا احنا ممكن نعمل حركه تانية ونستخدم الحبر بحيث نعمل شكل مثلثي. ياب احنا السيف اصلا يا جماعه، الورد هيتخرشم من غير اي حاجه. ولا شوف دوس عليه. اوعى عيب عليك بطلت ياس، دوست عليه يا جماعه. راح اللوبي، خلينا نشوف اللي بعدها. ممكن نعمل حركه كده. ياب 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 حلوه دي يا جماعه، بس انا ممكن اروح فيها. انا قاعد مريح يا كيفسين، ابعتوا لي يا جماعه واحد شاي كده عشان اكركر وانا قاعد. ممكن نجيب خوذه. واو ممكن يا جماعه نجيب التطوير للكاوتشات والحركات سواء. يعني خلينا نلقي نظره هنا. ممكن كمان نغير الشخصيه، خليها بعدين، وخلينا نعمل التوصيله بيرفكتو. معانا حبر زياده كمان، يا ريت كنت استخدمته كده عشان ترجع لعب عليك. شفت يا جدعان؟ ولا يا جماعه ده ولا قاعد بقول لك انا برنس، عيب عليك انا بنوب. لا والله جت معاك كده. طب استنى خليني ايوه اعمل الدفاعات. يب هو ده لازم كنا يا جدعان نفكر تفكير اسطوري. حاضر عيب عليك، عيب عليك. اوكي صد 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 كاوتش، ارجع على ارجع على. اوكي ده هتثبته، ده هتثبته. يلا وحشنا حمادة، سلامة. طبعا يا جدعان راح فيها و لغايه ماشيين بيرفكت. عندنا دلوقتي في مدفع هنا، فخلينا نستغل الفرصه نعلي المكان. يب ونمشيها كده، نعمل التوصيله الاسطوريه كده. دبابه يا جدعان بس في فراغ في النص، بس ايه هتمشي الدور بتاعها. تعود يا مريك. لا جبني ازاي خلبوصه حلوه اللي والله الحمايه، واحد بيتعلم يا جماعه. نحن نعمل حركه مخلبصه كده. يب بس والله لذيذة صح. شوف تفكيره ابو اللذانيس، اديله. ايوه ما ايوه ما كل صوت طيب. ايوه لازم يا جدعان. المدفع جاف وشه، ايه قسم له دماغه نصين يا جدعان، كتر الاحتراف. دلوقتي نقدر نعمل تطويرات، فخلينا مثلا نقدر نعمل تطويرات علشان نقدر نعمل حاجات اكثر واكثر. فثواني بقى كيابشن. ممكن نزود الباور. تطوير الكاوتش 400 كوين. ممكن يا جدعان اتفرج على شويه اعلانات. يا الرخامه، ده انا قلت اخدت من الاعلانات عشان نجيب بقى كل اللي نفسنا فيه. طلع اعلان واحد بس يا جماعه، انا قلت لسه جداد معانا في القناه. هتلاقوا الزرار يا جدعان نفس لون العربيه دي، او نفس لون الدبابه دي. دوس عليها يا جدعان وحاولوا لون الرصاص تنورنا في القناه. ما فاضلش كتير، خلاص على 5 مليون. وخلينا يا جماعه نبدا نكمل ايد اوف لاين. اوكي ممكن نزود الارباح بتاعتنا. طب ما قلتوش ليه يا جماعه؟ قولوا لي لاغوني في التعليقات. يب نبدا نظبط، ولازم نعمل له حمايه صغيره كده. يا سلام كده. لا البتاع ما كملتش، بس ممكن نفايت. مش هتبوظ صح؟ ممتاز. اوعى واو لا 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 استنى ارجع. ايه ده انا فزت؟ لا مستحيل يا جماعه. خلاص بقى والله ما ظبطت معايا. تمام حلوه الاستراتيجيه. طب انا ممكن بقى افوز كده كتير. اوعى اوعى اوكي حلوبي حبيبي. هو اللي وقع الاول احنا ولا تعادل؟ خلينا نشوف يا جماعه ازاي. المفروض على الاقل كان يفوزني. اوكي نعمل حمايه صغننه ونكمل ان شاء الله تظبط دي. يلا نفايت فايت فايت. اوعى كابشن. يلا اوعى بقى، ده انت رخم شكله هيعرفنا يا جماعه، شكله بيعافر بيعافر مع الاسطوره. يلا يلا ده انا مثبتك مثبتك يا ولا. لا 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 هو هيوقعني يا جماعه، تبقى مشكله. الفايت ده شكله هيطول والولا اقعد يا عم. يا لهوي على رخامتك. اوكي دماغه خلاص يا جدعان، لو لمست الحيطه دي خلاص. اوكي بيقول لي معلش يا ابو اللذيذ لازم ترستر. طب استنى خلينا غير الفكره.
اوكي عملت كده اي حركه ملهاش اي ست لازمه، هل هتظبط؟ اه والله تقريبا يا جماعه. ايوه يلا سلامه بقى رخم. رجع لي تاني جبنا سيرت القط على قطوطه. اخد حته هدر يا جماعه طلع من نافوخه. خلينا نشوف دلوقتي نقدر نزود الكوينات. طب خلينا نزود يا جدعان في الموضوع ده هيظبطنا قوي قوي قوي. بص فايت استنى بص بص يا جماعه شايفين البتاع بتاعته عامله ازاي؟ دي واصله لحد فوق يا مجنون. لازم يا جدعان نوصل دلوقتي لمرحله المحترفين. فخلينا نشوف هنجيب ايه ولا حاجه. والله الفلوس ما تكفيش معانا غير احنا نزود الباور. خلاص يا عم عرفنا ان في بوس يا عم. يلا ناخد دي كده ونعمل دي كده و انا استقبل حته كده ايه لو لبيه كده يا جماعه بحس ادفعه. يا لهوي تعالى لابص صلاه تخيلوا يموت من اول ضربه. لا العربيه هدي 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 هو هتلزق في الحيطه. والله وارد يا جماعه احنا بس عايزين نحفر من تحت لتحت عشان ايه. اوكي بيصد بيصد فخان ارجع له تاني. للاسف مش هعرف اجيبه فخان اعمل اختراع تاني. بس شايف الاختراع ده كويس لو ما كانش كده المره الجايه يا جماعه هعمل. لا كان معايا مدفع. مدفع وقع ما شاء الله عليا. ايه رخم رخم وبيدافع جامد والمدفع بيضرب. يا لهوي ده انا طلعت عليه. اوعى على عيب عليك. ايوه اديله. ايوه قربت. لا يا جماعه يا لهوي. يا جماعه العربيه اتحول المدفع بيضرب عليا انا ما شاء الله. طبيعي لازم انا اللي اخسر. اوكي تمام بيرفكت على كابتن. ادي واحد ازق وارجع. يب عايزين بس نكسر له الكاوتش. ممتاز يلا ضربه كمان. بص رخم. يلا يلا ده لك في النص يا جدع. يلا بقى امشي الله يسهل لك. انا عايز اعرف لما جيت عملت كده وكده وكده جالي مدفع صح؟ ثواني بقى المدفع ده بيكون هو اللي بينزله اوتوماتيكي اوتوماتيكي ولا بيكون تبع العربيه يا جماعه؟ لو بينزل اوتوماتيك يبقى ممتاز، لو تبع العربيه واحنا لازم نظبطه قرب يوقع. هينهار هينهار. يلا سلام يا حبيبي. واحده كده في دماغه. يب هيد شوت يا جدعان ظبطت. ده كان مقرف. مش من حيث القوه من حيث الدفاعات. حركه بقى لو لا بيها نخش عليه. وي سوسته. لا انا حاجه اتكسرت مني. يلا خش عليه خش عليه. بيصد. يلا السيف يا جدعان هيجيبه. يلا مع السلامه السيف. يلا يلا ضربه كمان. اوه هو ممكن يجيبني انا ممكن اجيبه. دلوقتي الشيلد من عليا اتشال. ارجع ورا شويه. ايوه اخد حته واحده يا جماعه. ده شكله منوبه وش. ياب نخش عليه الفايت. تعالى انا حاسس هجيبك من اول مره مش عارف ليه مش متطب. لا يا جدعان طيل البتاع ولا اهدى. ايوه كده قلت لكم هجيبه من اول مره يا جماعه. انا شكله منوب قلت لكم بس كان هيجيبني اللعيب ده بقى عامل دفاعات. فاحنا عايزين نحط والله اسمعيش فلوس يا جماعه. اوكي هنا بقول لك لسه ممكن نزود الباور بتاعنا. ممتاز وممكن نعمل توصيله دي اهم حاجه بس للاسف امنه ونعمل كده كده. يب الحبر الحمد لله كفى معانا. نقدر دلوقتي نفايت يا جماعه. اوكي الورق الورق تقريبا شلت كل حاجه عنده. اها خلي الجماجم تنفعك. شيلوا الشيله كمان اللي بعدها. والله يا جدعان كان الشيله اللي بعدها كان هيتخرشم هيتخرشم وهيزعل جامد عشان شكله هو كده اللي هيزعلنا وقاعد على الكرسي من غير حاجه. ازاي يا نوبا الهبا يا هلب. يا هلب بطل استطول. طب انا زوز ايه ده؟ يا العربيه التعبانه دي. هو يا عمو ازاي؟ اوكي هو اللي وقع هو اللي وقع. انا اللي كسبت انا اللي كسبت. ايه مكسب المنوم ده انا مش فاهم. نعمل كده كده المهم الفايت ده نفوز فيه. اوعى كيبشي بقول لك ايه انا عربيتي اي كلام. اوكي كاوتش كاوتش. يلا مستحيل مستحيل كمل انزل بقى على الهدره. لا اوكي ايه للاسف يا جماعه مش هتظبط لان انا كنت حشرت تقريبا. لا يا راجل العربيه دي كلها. خلينا نعمل له كده. يا بيرفكتو جاهزين خش الفايت دلوقتي مرحله يلا بقى يلا بقى مع السلامه حبيب قلبي. ضربه واحده يا جدعان راح اللوبي. يلا اللي بعده. خلينا نجمع شويه كوينات. اخيرا باركولي يا جماعه باركولي. جمعت 500 كوين نقدر اخيرا نغير الكاوتش بطلوع الروح. مش هينفع اجيب اي حاجه تانية لان اسعارها الصراحه غاليه حبتين والاعلانات قليله. مش فاهم انا المره دي واخدينها اجازه. يا راجل ارحمنا حتى وانا بزود الباور اعلاني وفي ايه؟ المفروض ما كانش يظهر لي حاجه. المهم خلينا نكمل. هيكفي معانا الحبر ولا لا؟ ربنا يستر يا جماعه. عربيه كبيره عربيه كبيره نقدر نفايت بيها كده. ايه العربيه بتاعتي بترقص لوحدها؟ يلا حاول حاول. معلش يا كابتن معلش. الله يلا 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 هبتت. الله عليك يا ابو لزليز اتفرج. اوه يا جماعه فصل.
والله رقم الحبر بتاعه بيكفي اساسا. واخيرا نقدر نجيب حاجات جديده، فخلينا يا جماعه نجيب جيب 350 دي والله حاجات كل جوهره برقم خزعبل يا عم. جبت يا عم ملعب تمام ممتاز. ونقدر نجيب خوذة ولا مش تكفي معانا؟ والله نقدر نجيب خوذة يا جماعة. ياب نهتم بالهيرس شوية، احنا مهتمناش بيه خالص مالس. ايه توصيلة اسطورية كده، شايف البتاع بتاعتها تظبط ممتاز. اوكي لبس خوذة يا لئيم يا لئيم، ده من غير ما اتحرك اساسا العربية بتاع كل حاجة مدمرة. لا حاجة غريبة انا مش فاهمة بصراحة. طب بصوا، لا يا جماعة تعادل وفي الاخر جايب لي واحد تاني. خير والله المفروض احنا كنا فزنا في الجيم. طب انا عيب عليك، امشي بقى الله يسهل لك بقى يا فقر انت كمان. كويس هو المكان كان مفتوح وراح فيها يا جماعه عشان ده كان اها حلو ولا الحركه ريم. اوكي ما ينفعش يا جماعه، ما شاء الله عملت اي خبط لازق، انا كنت عايز اظبطها زيه بس طبعا انا لازق بالشخصيه فما اقدرش اتحكم فيها. كسب هو طبيعي، طبيعي تكسب عشان انت بتستقبل. لا بقى اللي انت عامله ده يا ابني، ده انت عامل لي واحد عقرب. الله هنعمل دي كده. اوكي بيرفكتو، انا مش عارف انا عامل ايه. في خير نخش الفايت يا جدعان، حاسه هتظبط والله. اوكي طيرت له حاجات ورا. لا لا امسك كده، ايوه اي فزت مبروك. يا لهوي على لا لا دي سهله يا جماعه، حته تسلا كده، حته تسلا بايدك يا ابو اللزليز. طب انا شوف شوف قلت لكم على طول تسلا بايدك يا ابو اللزليز. يلا يا جبان ارجع ورا، ارجع يلا السلامه. انت ناقصتك حته، ناقصتك لا بيزو. تعال تتعال تتعفش لا. يا جماعه يا عم تعال، انت بتستزود. لا يا عم انت بترميني لورا ليه يا جماعه؟ العربيه تعبانه دي مش فاهمه والله، خلينا اخسر البتاع. استهبال بتاع غريبه كده مطلع له منها البتاع. انا نزلت تحت يا جماعه ما شاء الله عليا. يلا يلا اتحدفت وطرت برنس. انت ناس تربط الكرسي، شفت الخطا الفني زعلنا كتير. خلينا نعمل كده، ياب ارجع اربط تمام كده بيرفكت يا جماعه. ما اعتقدش هيبقى فيها مش قاعد والتاني بيضحك على خلبوسي يا قليل الادب. عمال شكلها غريب بس مسيطرين يا جماعه. اوعى الكابتشي، لا لو قطع الحته اللي في النص دي بس مش هيلحق. هي هي كسرت يا جماعه وصديت بالشيء الصده. الذكاء، شوف الذكاء والتفكير. ياب عربيه غريبه عجيبه. كالعاده وقعت بس مش مشكله. يلا اوكي كسبت يا جماعه، معقوله ما شاء الله. ويلا ده يلا لا استقبل زي ما انت بتستقبل. ها اقول لكم بتستقبلوا في بعض ولا ايه؟ حلو اديني يا الله. ايوه بقى اديله ابو المدفع، هكسر له. بصوا انا قاعد برنس، هكسر له الكاوتش يا جماعه ويجي عندي زي الكتكوت، هيجي وقع غصب عنه. يبقى من نفسك زيك يلا. ايوه كده قطعنا له ديله. والله في هنا استقبال يا جماعه. خلينا نكمل دي كده. يب عامل حاجات غريبه والله. انا اعمل دي كده تمام، نبدا نفايت. انا عم البص اعمل لي فيها بص. يلا شايف نفسك انت؟ يلا ارجع 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 ارجع. يا جدعان ده البص هيحرم. بص شوف البصبص حصل فيه ايه. يا لهوي الله يرحمك يا عم البصبص. خان حاضر، عيب عليك عيب عليك، ده انت بص هتزعل تزعل كتير. سلامه سلامه حبيب قلبي. لا مستحيل مستحيل، ده انا يلا روح على روح على اركن بقى على جنب. ايه يا عم امشي امشي لازم يا رخم. اخيرا يا جدعان خلصنا منه. بس ايه رايكم في السرعه؟ السرعه بتركيز ظبطناه. نيجي بقى للكابتن ده. تعالى كي امشي ده. والله يا جدعان لو ينزل بس حته صغيره هيزعل كتير. يلا تعالى يا كمان، هو المشكله دلوقتي لو ضربني على راسي انا هودع يا جماعه. ثواني ارجع انا كده. يلا 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 بص عليه. الله اوكي اخد حته واحده والله ما ينسى ابدا ايه اللي حصل له. خلينا نزود الباور. يا بزود الباور يا جماعه، مش محتاج بصراحه اجيب خوذه ولا اي حاجه. الكابتن بقى اللي فرحان بنفسه، فانا هعمل بقى حركه بقى جنان شويه. اوكي حلوه دي يا جدعان حلوه، يعني بس منها مشفوطه وفي نفس الوقت ايه ما يقدرش يضربني، فاهمني؟ يعني هو يدخل حاجه جوه هنا وما يستفادش باي بطيخ. يلا يا راجل ضيع لي الكاوتش يا جماعه. المشكله بس في الكاوتش، لو يجي تاني اقدر افايت انا. المشكله اعمل ايه؟ يزوق في الكاوتش بتاعي فما بنستفادش باي حاجه. وبعد كده نعمل كده كده. يبقى كده نعمل كده ممتاز. يلا يلا يا حبيبي علوبي علوبي. العربيات اللي بتاعتنا رهيبه يا جماعه، دفاعات متامنه. ايه اللي انت عامله ده؟ حلو والله الحركه رياضه. نعمل دي احنا كمان. اولويه يا جماعه، شوف شوف الذكاء. عم بس اكمل التوصيل، هنبدا بقى الفايت. تعال
منتو مان منتو منتو ايه منتو ايه على زعلت انا سلامة. اوكي غريبة دي يا جماعة. فاحنا ممكن نعمله كده 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 تمام, وبعد كده نعمله ازاي كده 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 لغواصة. يلا زبطنا لك الدفاعات, خش عليه. ايه ده الله يرحمه يا جماعة, ده طبعا لازم نعمله دي واحدة كده. اوكي طبعا دي هتحتاج ان احنا لازم نأمنها, فخلينا يا جماعة ايه احاول اظبطها. والله كنت عايز امسحها دي كده فيها غلط, هي تبقى عاملة زي السوستة شوية, بس السدوة ممكن تظبط, هي ممكن تقلب وممكن تظبط. الولا شيلته يا جماعة اظبط نفسي. ايوه لا 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 هو بص هيستغل الفرصة. مستحيل على الاحتراف, والله احتراف يا جماعة. نبدأ نعمل التوصيلة, قبل التوصيلة كان فيها غلطات بس ظبطت في الاخر, دي ايزي. انا ما خدتش ثانيه معايا يا جماعه. اللي انت عامله ده يا ابني الاغواصه اللي انت عاملها دي, وانا هلغوص معاه, انت هتلغوص وانا هلغوص. لا ده شكله متعب ومقرف ده يا جماعه, ده هيكون الاخير بالنسبه لي. شكله الفايت ده هيطول معانا, شكل الكابتن ناويها, شكلك ناويها. لا انت معكش دوت دروع, مع السلامه. يلا بقى علوب يا حبيبي, والله بيدافع. بس بقى قلت لك مع السلامه. طبعا يا جدعان اقف لحد ان عجبكم الفيديو, تنسوا اسبق باللايك وتعملوا اشتراك معانا في القناه. بس كده معانا اسكم يا جدعان, تقولوا لي اللعبه دي لما جيتوا جربتوها لعبتوها وصلتوا المستوى عامله ازاي. انا بس شوف الاحتراف, يعني خلاص احنا عدينا مرحله دلوقتي الاحتراف, وبنجيب الناس كده ايه ايزي. قولوا لي وصلتوا لحد فين. الحمد لله جمعنا شويه كوينات زي العسل. شوف مره جايه فيديو جديد مع ايزي تيوب. يلا سلام.